السلام عليكم باشمهندسين. موضوع جديد برضو من مواضيع الانفنتوري هو موضوع السيفتي ستوك. سيفتي ستوك يعني ان انا اعمل كيبينج لكمية موجودة في المخزن على طول بشكل دائم، علشان لو حصل اي تغير في الليد تايم، تغير مفاجئ او اي تغير مفاجئ في الديماند، ان انا عامل حسابي على ديماند معين لكن الديماند ده يزيد فجأة لسبب من الاسباب، فهنا ساعتها القانون هيختلف شوية. القانون هيبقى الـ order point أو الكمية اللي تكون موجودة في المخزن علشان أبدأ أطلب عندها order جديد هتساوي الـ expected demand during lead time، يعني الـ demand اللي أنا متوقعه لحد ما الـ order يجيلي بعد ما أطلبه، زائد كمية موجودة في المخزن اسمها الـ safety stock. طيب تعالوا نشوف. احنا طبعا موضوع مسائل السيفتي ستوك دي يعني بتاخد شكلين اساسيين. الشكل الاولاني المسائل المعتمده على قوانين الاحصاء، قوانين النورمال ديستريبيوشن، والنوع الثاني مسائل معتمده على الباست اكسبيرينس، يعني من خلال خبرتي في المصنع ده انه في السنين اللي فاتت الديماند كان بيتغير بالصوره الفلانيه، او الليد تايم كان بيتغير بالصوره الفلانيه او تعالوا نشوف مسألة كده. بيقول لي based on available information lead time demand for PC jump drivers averages 50 units normally distributed. طيب هنا بيقول لي انه lead time demand. lead time demand يعني ايه؟ يعني الديماند الإجمالي خلال فترة lead time. أحيانا في بعض المسائل بيجي يديها لي مفصلة شوية، فيقول لي انه الديماند في اليوم بالقيمة الفلانية والليد تايم يساوي مثلا عدد معين من الأيام، يعني الديماند خلال اليوم 10 يونتس والليد تايم بيبقى 3 أيام، فده معناه إن الديماند خلال الليد تايم أو الليد تايم ديماند بيساوي ال 10 في الثلاثة، 30 على بعض. هو هنا في المسألة دي اداني ال 50 إيه؟ رقم واحد، وقال لي إن الستاندرد ديفيشن بخمسة، خمسة درايفز، والمانجمنت عايزة 97% سيرفيس ليفل، يعني عايزين نحط سيفتي ستوك بحيث نبقى متأكدين بنسبة 97% إن السيفتي ستوك ده هيغطي الإيه الحالات. طبعا في المسألة دي هو اختصر عليا خطوة، بدل ما أخش في جدول نورمال ديستريبيوشن عن 97% وأشوف الزد المناظرة كام، هو قال لي إن الزد المناظرة لـ 97% دي بـ 1.88. طيب إيه السؤال؟ بيقول how many drives should be carried as safety stock، نشيل قد ايه كسيفتي ستوك، وايه هو الريوردر بوينت اللي ايه اللي هتنتج عنده. طيب الزد ب 1.88%، السيفتي ستوك بيساوي الزد في السيجما. السيجما بتاعت ايه؟ السيجما بتاعت التغير اللي هيحصل نتيجه اختلاف الليد تايم او اختلاف الديماند، الاثنين على بعض. فهيطلع الايه الرقم ب 9.4 درايفز، ده القيمه بتاعت السيفتي ستوك اللي نفضل محافظين عليها في المخزن. والري اوردر بوينت ساعتها هتساوي ال 50 اللي هي الليد تايم ديماند زائد 9.4 اللي هو السيفتي ستوك، يبقى 59.4 درايفز. يبقى لو الكميه اللي في المخزن وصلت ل 49.4 ساعتها هبعت اجيب الايه الاوردر الجديد. طيب مساله ثانيه من مسائل السيفتي ستوك، بيقول the material control manager is interested to calculate أو in calculating the optimal safety stock based on the past experience regarding the material stockouts. يبقى هنا معتمد على في حسبة الـ optimal safety stock على past experience، يعني خلال فترة زمنية معينة. The use of a certain stock item during waiting time for the last period is given below. ده بقى يديني الايه الجيفنز بتاعت المساله. الري اوردر ليفل 300، يعني هو بيطلب لما يكون الليفل اللي موجود عنده في المخزن 300، ده الري اوردر ليفل اللي لسه هيبدا يزود عليه الايه السيفتي ستوك. الاوت اوف ستوك كوست يعني قيمه ان انا يكون يطلب مني حاجه معينه نتيجه زياده في الديماند او تاخر في وصول الاوردر القديم وانا ما اقدرش البيها، فيحصل عندي
out of stock، الكوست بتاع الغرامه بتاعت ان انا ما اقدرش البي الاحتياج بتاع الزبون 50 لليونت الواحده في اي وقت. The holding up cost 40، تكلفة الهولدنج بتساوي 40 دولار. والcompany purchases its requirements from this item 10 times a year، يبقى الطلبيات اللي هتتم خلال السنة 10 طلبيات، مش طلبية واحدة خلال السنة 10 طلبيات. طيب what will be the optimal safety stock and the associated annual loss due to the application of the safety stock policy؟ طيب طبعا نبص على الجدول. بيقول انه اليوز ديورنج الويتنج بيريد، الفتره اللي انا مستني فيها انه يجي لي الاوردر الجديد، ممكن نستهلك فيها 100، وده كانت بالنسبه للباست اكسبيرينس. حصل الكلام ده 2 من اصل مجموع 100 مره خلال السنين اللي فاتت. اني استهلك 200 بس خلال الفتره دي حصلت 5% من الحالات. 300 الكلام ده اتكرر 70%، لو 400 اتكرر الكلام ده 10 مرات. في 8% طلب مني في فتره الويتنج دي 500، و5% طلب مني 600. طيب هنعمل ايه؟ هنقول نطلع الجيفنز تاني. الاوت اوف ستوك بتساوي 50، الهولدنج بتساوي 40، النمبر اوف اوردرز بير يير 10، الري اوردر ليفل بيساوي اللي هو الديماند في اليوم مضروب في الليد تايم عدد الايام، يديني 300. الحسبه بمنتهى البساطه هنحاول نعمل لها نحطها في تيبل بحيث ان احنا نسهل على نفسنا. السيفتي ستوكس المقترحه يعني القيم المختلفه اللي انا قيم السيفتي ستوك المختلفه اللي انا احطها في المخزن. فعندي اقتراح ان احنا ما نحطش اصلا سيفتي ستوك ونحسب على الوضع ده، او نحط سيفتي ستوك 100، يعني 100 بالاضافه ل 300 اللي هم اصلا موجودين، او نحط 200 او نحط 300. جبت الكلام ده منين؟ بصيت على القيم اللي موجوده عندي. انا كده بيبقى عندي في المخزن 300، ده 70% من الحالات، لكن انا عايز اتخلص من او اشوف اذا كان في فرصه اقلل التكلفه بتاعه الستوك اوت كوست او الاوت اوف ستوك كوست في الحالات الازيد من 300. ف 10% من الحالات كانوا 400، فقلت يبقى الفرق ما بين 400 و 300 100، هعمل كيبنج في المخزن لسيفت ستوك قيمته 100 او قيمته 200 علشان الحالات اللي فيها 500، وبالاضافه طبعا ل 400، او قيمته 300 علشان الثلاث حالات دول. طيب يبقى 0 او 100 او 200 او 300. هنا حطينا الاوت اوف ستوك كعدد يونتس مش هقدر البيها. ففي حاله ان انا مش حاطط سيفتي ستوك، اما يكون عندي 100 ايتم اوت اوف ستوك او 200 او 300، كل واحده بالبروبابيلتي بتاعتها قدامها. فال 100 ايتم دي هيظهروا لي امتى؟ لو الطلب مني 400 في بيريد من البيريدز، يبقى انا عندي اوت اوف ستوك ايتمز او كوانتيتي 100، وده بيتكرر 10% من الحالات، فعشان كده حطيت قدام البروبابيلتي بتاعتها 10%. وهكذا لو طلب مني 500، يبقى عندي 200 ايتمز مش هعرف البيهم، وده بيتكرر 8% من الحالات، وهكذا. طيب انا ما عنديش سيفتي ستوك، وبالتالي تكلفه التخزين هتساوي 0، وتكلفه الشورتج هتساوي اذا عندي شورتج 100، يبقى التكلفه بتاعتها 50، قيمه الشورتج بتاعت الايتم الواحده في 100 عشان هم 100 ايتم، والكلام ده بيتكرر 10 مرات خلال السنه، يبقى هضرب في 10 عشان انا بحسب حسبه كوست سنويه، ونضربه في البروبابيلتي، لانه ما ينفعش حاله بتتكرر 1% في السنه او 10% او 8% اسويها بحاله بتتكرر 70%. يعني انا عندي في الاخر احتمال ضئيل جدا اللي هو 10% او 8% في الحاله اللي بعديها او 5% ان الوضع ده يتكرر، فلازم اضرب في حسبه الكوست بتاعتي بتاعت الشورتج في البروبابيلتي بتاعت الكيس دي. ففي الحاله بتاعت ال 100 ده هيساوي 5000. لو الطلب مني 200، او لو عندي ستوك اوت 200 يبقى 8000، لو عندي 300 هيبقى 7500. في الاخر بحسب هنا حسبه التوتال كوست، لان انا في الاخر ببني قراري على التوتال كوست، مين اللي هيديني كوست اقل هو ده اللي هاخده كقيمه للسيفتي ستوك. التوتال كوست بتساوي بتساوي مجموع الشورتج كوست الناتجه عن
الحالة دي من السيفتي ستوك زائد الهولدنج كوست الايه اللي هتنتج عندها. وهنا يديني 20,500. طيب في حالة المية، لو انا حطيت 100 سيفتي ستوك يبقى اصبح ما عنديش مشكلة في الكيس بتاعت ال 400 دي، لانه خلاص كده عندي في الستوك حاجة تكفيها او كمية كافية يعني ايه. لكن هيبقى عندي لو مشكلة لو الطلب مني 500 او الطلب مني 600، وبالتالي هينتج عن ال 500 200 اوت اوف ستوك يونتس، وعن ال 600 300، ودي البروبابيلتيز بتاعتهم مش هتختلف. الكيس دي الهولدنج كوست بتاع ال 100 هيساوي 40، اللي هي تكلفة تخزين اليونت الواحدة لمدة سنة، في 100 يبقى 4000. وتكلفة الستوك اوت اللي هتبقى هنا 4000 و5000. 4000 دي جبناها منين؟ عندنا هنا 200 اوت اوف ستوك في البروبابيلتي بتاعتها في ال 50 في 10 مرات، يدينا ده، وهكذا في حالة ال 5000. التوتال كوست هو مجموع الشورتج كوست كلها زائد الهولدنج كوست على بعض، يدينا 13000. نفس الكلام هنعمله في حالة ال 200 وفي حالة ال 300. وهنلاحظ انه ايه، في حالة ال 200 اداني اقل كوست ممكنة في الحالات اللي قدامي، عشان كده لازم اقول القرار تحت ان احنا ايه الافضل لنا نستخدم سيفتي ستوك من 200 يونتس، لانه بيديني الكوست الاقل. وكده مسألة السيفتي ستوك تكون خلصت، يا رب تكونوا استوعبتوها.